السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا من كل مكان في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله عارفين احنا دلوقتي في الشتاء وموسم السفندي والبرتقال، أحسن موسم لهم دلوقتي. الموالح دي طبعا بتكون طعمها جميل جدا والسعر بتاعها كمان متهاود، فانتي لو عايزة بقى نشوف ازاي ان احنا ممكن نفرزها او ممكن نعمل منها احسن عصير. دلوقتي طبعا انت بتجيبي الكميه اللي انت عايزاها من السفندي، انا غسلته كده من الخارج، احنا بنحب نغسل كده البرتقال والسفندي قبل ما تقشريه عشان بيبقى من بره كده في اتربه، فلما تقشريها ما تعصيش اللي من الداخل. غسلته دلوقتي باخده اقشره عشان افصصه، وبعد كده هنكمل ازاي هنشوف مع بعض. كده السفندي بعد ما قشرته وطبعا بتفصصيه، بعد كده هجيب عندي الخلاط وابدا ان انا اضيف عندي هنا السفندي. طبعا يا جماعه بالبذر بتاعه هيتفرم مش هيمرر، عشان الناس اللي هتسال هتقول ازاي هتفرميه بالبذر، البذر مش هيمرر بتاع السفندي. بعد كده احنا طبعا هنصفيه وهضيف طبعا سكر حسب الرغبه، بعد كده هضيف ميه عشان اضربه، بس كده مش هنزود عشان يبقى مركز معانا. هضربه في الخلاط وارجع معاكم تاني. وطبعا ده بيكون شكله بعد ما اتفرم. دلوقتي بقى هصفيه كويس بالمصفه الناعمه ونرجع مع بعض تاني. طبعا بعد ما يتصفى بيكون معاكي عصير طبيعي بدون اي اضافات. طبعا لو انت حابه ان انت تضيف عليه جزر بتزودي له القيمه الغذائيه بالظبط زي ما بنعمل برتقال بالجزر، هتستوي الجزر وتضربيه او تهرسيه وبعد كده هتضيفيه مع السفندي، كده تزودي لاولادك القيمه الغذائيه ويكون جميل جدا. حابه تضيف عليه كمان حاجه ساقعه صودا زي ما في ناس بتحب كتير ان هي تضيف الحاجه الساقعه على السفندي، تمام دي كلها حاجات براحتك. بعد كده طبعا بتصبيه بيكون معاك عصير فريش وطبيعي وجميل جدا. حابه بقى تفرزيه بعد ما عملنا عصير كده، بنجيب بقى عندنا اكياس الثلاجه وبنبدا ان احنا نفضي فيها، وخلاص طبعا بتكيسيه في الاكياس، بس اهم حاجه تخرجي الهواء كويس جدا وتربطيه كويس ويقعد معاكي في الفريزر وقت ما تحبي تستخدميه، بتخرجيه بس يفك وتضربيه بس في الخلاط، يكون معاكي عصير جميل جدا. بتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوناش في اللايك. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.